السلام عليكم الاخوان الرياضي من قنيطره. هذا الشيء اللي وقع اليوم في قاعه الوحده اللي ما عمري شفته في حياتي في الكره. احنا عندنا مقابله مبرمجه مع السبعه، دخلنا باش تهزمنا، زدنا عند لي زربيط، دخلنا باش نسخنوا، كنتفاجئوا بفريق طالع لعب مقابله حبيه. فسولت قال لي هاد الناس موظفين ديال البلديه، لا يعقل السلبوا علينا مقابله غتلعب مع السبعه والناس لعبوا قدامنا وحتى الدري ما لقاو فيه كيسخنوا. راه هادشي راه ماشي معقول، وحنا تنكونوا شباب ودايرين شراكه مع المجلس البلدي، وفي الوقت كنتفاجئوا الناس كيجيو يديروا مقابله حبيه ضد المقابله ديالنا، ومقابله كتلعب مع الخمسه ديال دينامو مع الخبازه، كتلعب مع الخمسه ولا حتى 9 الليل، كيفاش هاد الناس غنشجعوهم؟ دابا تصور كون كان شي فريق جاي خارج من مدينه قنيطره غيلعب هنايا، اش غنقولوا ليه؟ اش غنقولوا ليه؟ حنا الاسبوع اللي فات مشينا لعبنا ببركان، الناس يعني القاعه وفروها لينا وكيرحبوا بالضيوف ديالهم، حنا هنا قنيطريين ما كنديروش بعضياتنا، ويجوا يحرموا الدري الصغار، هما دابا الدري يدخلوا تما ما لا تسخينات لا والو، وجالسين كيسخنوا هنا في الارضيه ما صالحاش كاع السخونيه، وحنا كنطلبوا بمنتخب ديال كرة القدم داخل القاعة. كيفاش غنقلبوا على هذا المنتخب وما كاينش مساعدة؟ ما فهمتش أنا هادشي اللي وقع اليوم نسيبوا على ليك، راه ما عمري باش شفتوا في الرياضة في قنيطرة كاع. مقابل ملي كتكون لعبة خاصك ساعة ونص القاعة تكون خاوية، ولقينا مشاكل مع لي زربيط وكنا نخسروا المقابلة كنا نخسروها احنا، حيت حنا مدخلين، إلا خسرنا المقابلة غيديروا لنا موانزة وغيخلصوا ضعيرة، شكون غيخلص لنا هذه؟ والناس جاية تقصر. ومع الخمسة جاي السيدات موظفات البلدية هما لاعبين وهي القاعة خاوية، علاش ما يدخلوش يترينوا فيها؟ علاش؟ علاش كيترينوا هما في هذا الوقت هذا؟ علاش؟ راه قاعة الساكنين باش يلعبوا فيها، هادشي راه ماشي معقول هادشي هذا، ماشي شي كتشجعوه شي كتحطموه، واتصلنا المسؤولين وتا واحد ما بغى يتدخل، راه ماشي معقول هادشي هذا، هادشي راه كيرجع الرياضة اللور، ولا هاد الحساب هذا غادي نبعدوا حنا كاع مع هاد الرياضة كاع نبعدوا منها كاع، ما عندنا ما نديروا بها كاع، لأن حنا كنمثلوا مدينة القنيطرة. راه البطوله هذه راه دايرها الجامعه، راه الفرق اللي كيلعبوا راه كيمشوا للمنتخب، وخصكم تشجعوا نتوما كمجلس بلدي. وهادشي راه وقع البارح، وكنت رئيس خصك تدخل، راه عندك ناس مسؤولين خصهم يدخلوا، هادشي راه ماشي معقول. هما دابا الدراري يدخلوا ولا سخنوا ما سخنوش، لا حنا لا دينا، دخلنا نيشان المقابله